السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شباب صغير؟ جينا فيديو جديد، حلقة جديدة عن محاكي المزرعة. اليوم والدنيا مطر ولسه ما خلص هاليوم الممطر اللي معنا. اليوم راح نكمل المهام المزرعة، المهام الأساسية، مهام البطاطا والشغلات هاي، نشوف ايش صار فيها. آخر شيء أتوقع يمكن كان في عندي آخر شيء عقد. لا ما عندي عقود، كل شيء خلصته. طبعا ما راح أمسك عقود لأنه العقود وجهت راس صراحة، أنا ما بدي أمسك عقود أبدا. طيب هلا هو من الواضح انه احنا ما عندنا شيء نشتغله بهذا الماب لانه فيها كثير جلاتش او مشاكل يعني، فلذلك راح اروح اعبي هاي السياره هلا سماد واشياء للحقل اللي رقمه 11. انا محتاج موارد، راح اروح اعبي له واخذ له اياهم واودي له اياهم بالوقت الحالي بس، وما في شيء تمام نعمله حتى نستنى يخلص العقد. بس ليش هيك الوقت طار؟ اول جدير بالذكر، تذكرت انه انا في عندي بقر بس ما عم بيطلع مؤشر تبعهم هون على الشاشه، ليه ماني فاهم شو مشكلة البقر ليه ما عم بيطلع؟ حدا بيعرف؟ طبعا هلا شو بدنا ناخذ؟ ناخذ طبلية مي وحدة واثنين سماد واربعة بذور. تماما تمام، الوضع تمام الان ممتاز، مو بس تمام طبعا هن شوي بعيدات عن بعض بدهن شو اسمه بس تظبيط. فايش رايكم بالتحميلة هاي؟ طبعا خلينا نزرع وشيناهم بصورة لالهم. وصلنا الشارع العام واخيرا، مو العام يعني ترابي حتى. طبعا المشروع صار هون على ايد اليسار، هذيك يا شرفة الارض تبعتي. شلون بدنا ندخل عليها؟ عادي شلون شلون ما بعرف شلون، اتوقع في هون لا طريق ندخل منه يدخلني لعند على الارض من ورد لها الموارد. والله الماب هي صعبة ليش تكذب، يعني في مابات اسهل من هيك بكتير. وبعدين فيها مشكلة انه المعامل او الارض ما هي مصممة بشكل صحيح، يعني فيها مشاكل. يعني هلا مثلا مثل انا عم بحط الكلس، الكلس هو اساسا بحالته العادية، اذا كنت انت عم تزرع ولا ما عم تزرع يعني بينحط وين من كان، يعني عرفت شلون؟ هو ما عم يقبل الا بده يكون ارض لسه ما هي مزروعة حصرة. يعني هو بالحالة العادية بتقدر انت بترشه فوق الارض وتحطه حتى لو ما كان مثلا زرع بيضل موجود، هون لا بيروح ما بيظهر. في مشكلة تانية، في مشاكل كتير مو مشكلة هتجيك بس الماب جميل يعني انه فيها هم هيك شو بتعذب انه واحد يتعذب انه كأنه عايش بمزرعة حقيقية. تمام هي الشغلة الأولى. الشغلة التانية بدي احكي لكم عليها انه في ناس عم تسألني انه ليش تم تلعب غير هاي اللعبة على هاي القناة. يا أصدقاء أنا في عندي قناة تانية، وهذا الجزء هاي لازم أشيله. أنا في عندي وين صار الجزء؟ أنا في عندي قناة تانية، القناة التانية هذيك بنزل عليها كل يوم لعبة، شكل مو كل يوم يعني بنزل لعبة بختمها وبعدين اغرز السيارة نطلع. والله يا معلم شكلها ما نطلع عمي غرزنا المهم فكل يوم يعني بنزل لعبة بختمها وبرجع اكمل لعبة جديدة، عرفت شلون؟ اما هون خلاص انا مثبت على محاكي المزرعة، عرفت شلون؟ الله العصي العصينا، اي شو بيطلع من هون؟ بنحاول هلا في طريقة بس رح احاول من دون الطريقة. هلا هي بلعبة السونار في لها حبلة، وين الحبلة؟ أول مرة ناقصة معلم. طب خلينا ناخذ الطريقة اللي نستخدمها دائما في انه نطالع حالنا من أي ناقصة. إي يلا طلعي. طلعت بس الطرقات فيها مشكلة، ها ما بعرف شيء بس فيها مشكلة طرقات. طيب والله نحن وصلنا على الطريق العام، خلينا نشوف نعمل ايش. هي ما بسبب مديون او ما بحط عليها كلس. وين الماكينة تبعتي؟ الماكينة تبعتي جاية فوتشي ليكو 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 من مدي عين عليكو. هلا بتجيب هذيك اللي بترش سماد برشون كلس عفوا، ما يخلص هذا القسم كله مو خالص. تت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 
على فكرة ما في حد بيغرز غير هاي السيارة الوحيدة. اه يعني يكون في علمكم، يعني لو مثلا واحد عم بجرب سيارته بتغرز ما بتغرز، هاي الوحيدة يلي بتغرز. هروح هذيك السيارة الموجودة هنيك، بنجيبها منرش السماد على باقي الأرض اللي ضل، الجزء اللي ضل عنا. والله الأرض عذبتنا كبيرة كتير وما منها فايدة، والله ما منها فايدة. منيح ما أخدتها وديتها على الأرض، كنت ناوي أورديها. ارجع لي على نيو اورلين. شوفوا معلم لين تسمع الكلس، شايف هاي النص؟ بيقول لي انه الار اه هذول هن، شفتوا شلون عرفنا شلون طالع البقر ايش محصولهم ايش صاير عليهم؟ هلا شوفوا البقر عندهم من الكلينكس 100% نظيفة، الوتر يعني جيدة، بس بدهم سلي واكل ما عندهم ابدا. هون ما عندي انا خنزير، ما عندي، تمام عندي بس هدول. بدنا نوفر لهم الاكل اللي شايفينه انتم بتاكلوا، هذا كلياته لازم حاليا نبلش نشتغل فيهم. طبعا طلعوا لنا السوليري. طبعا هلا اول شيء الستراي بدنا نروح نجيبه، الستراي حتى يجي بده ماكينة تحصده او او تشتغله، عرفتوا شلون؟ فانا بروح الشحن، بدي الشحن هلا، بدي شحن، بدي شحن، بدي شحن. جميل جدا. بدي اخذ اي وحده، خلينا ناخذ هي. بس هي بدنا نروح نجيب ماكينه اللي بتسوي ستراي. الستراي بدنا نكون زارعين قمح، ما في معنى قمح. طيب معناته بعناته بدنا نحمل ستراي. طيب في 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 حل، في حل، في حل، في حل. هلا انا في بارضي ماكينه يمكن بتسوي الستراي، يمكن ما بعرف، هلا بورجيكم اياها. هنروح على الارض اول شيء، في تريلا يمكن بتسوي ستراي، فراح اروح اجيبها احمل بقلبها ستراي ونبلش نشتغل فيه. طبعا هو لازم نحن نسوي الارض عنا انه فيها يعني انه نطلع ستري، عرفت شلون؟ جميل. ايوه ليك شفتوها؟ انا نصفها هون بس. طبعا هاي الخزان المي لسه ما عرف شالته بالضبط، على اساس اليوم نحن بدنا نشتغل بال شو اسمه بهذا بالخنزير
بس غيرت رأيي. تعرفوا ليش؟ لأنه حرام بني رمضان. منو شو اهو مركز صياني. طيب هلا بدنا نروح نعبي هاي ستري، والمفروض لو انا عندي برضه في ستري كان عملنا معنا، بس نحن معنا زرعين قمح اساسا، زرعين بالشواندر سكري، فلذلك هنروح نجيب ستري ونبلش نفرشه على الارض، لانه هو اهم شيء للبقر يعني. هلا اتوقع هاي تبعية الستري، اتوقع ذلك والله مكتوب عليها تبعية كل شيء مو بس تبعية الستري. طيب هلا اول شيء هات لي طبليتين ستري على السريع. يب وطبليتين من هدول. يب اتس اوكي مان. طبعا الباقيات ما بهموني حاليا، حاليا ما بهموني يعني، طبعا مستقبلا قد يكون انه مهمية. طيب بنصور السيارة هون نشوف هنا وحدة تتحمل فيها. اول شيء اول شيء لازم نحمل ستري، بعدين بنجرب القش. هي شو بتنشال؟ اي والله هاي ستري، هاته هاي اول حبة ستري. بس اجت هون ما فهمت انا، هاي راح تعبى. ها حلوة، ما اظن الساعة الثالثة هي، او منيح وسعت على اخر حبة. طيب بنروح طبعا، هلا هي مو اشتغلت، لازم نقول له اخلط. طبعا هو عم يخلط مو كتير بداية، بس يعني خليه عم يخلط. 9-3 نايس، منيح 9-3 يعني كويسة. طيب هلا بدنا نروح على البقر. وين البقر كان محلهم؟ آخر شي نطلع من عند أرضي. سيبي سيبي، والله بعيد الشوب. لو الشوب مو بعيد شوي، بعيد بعيد. بس هلا من حطيت هاد انسى معلم يعني، اتوقع بيضل معي لحتى اخلص اللعبة كلها يعني، اخلص كل الاشياء اللي رح نعملها هون بهذا الفيديو يعني، بهذا المكان. طبعا هم طالعين مثل مخزن تقدر تحط مقابيله يعني تأمن فيه الشغلات الفائضة عندك. حلو، وصلنا يا بقراتي. طبعا هون بقراتي عم بيتمشوا، لكن الحكي وين مكان تفريغ المواهب؟ وين مكان تفريغ الموارد؟ وهون السؤال يطرح نفسه. اوه في انقار كمان، نايس. يعني بقدر امن اغراض اللي هون، اتوقع هاي هون. لا اتوقع هذا مخزن ثاني لا غير شي. هون بيحطوا الزبل بالعربي بالمشرمحي. اوه هو ما استودع الطبالي الستري، حلو جميل جدا. ايش كم مكان اللون هذول عم بيطلعوا الزبل يكبوه؟ هلا هون في وهنيك في، وما لقيت مكان بدي احط فيه الستري. اتوقع هون، بس هي ما تدخل يا الله، يعني جايبة كتير كبيرة. انا طلعت هون مصيبة. اوه تدخل، والله دخلت. اي هون ولا هون؟ بقى وين؟ هون 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 هون، صح 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 صح. مرينا باخر ثانية اعطاني يعني هون تنزل. ها تماما. طيب هلا نكبس هيك بنشوف وضع البقر شلون صار. حطينا لهم ستري بس 1200 من جدكم؟ بس 1200؟ طب هون كم بقرة يسع السوق؟ طبعا مو موضح كم بقرة، بس لسه بدنا اكل، لسه نحن ما جبنا لهم اكل للبقر. طيب في للبقر هون لهم اكل موجود؟ لا والله ما في معلم. البقر ايش بياكل كان؟ والله نسيت انا كمان ايش ياكل البقر. شوف بياكل، بده اعلاف. بدنا نجيب له اعلاف. حلو، وبس لهون شباب بكون وصلنا لنهاية الجزء الأول من الفيديو. طبعا أنا صورته جدا طويل صار، فراح أكمل لكم إياه إن شاء الله بالجزء الثاني. راح أجيب الأكل وبلش كمان أمور، أورد أجيب شوية إغراض كمان. فلذلك بكون هون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لكم وشكرا للمشاهدة، ولا تنسوا من اللايك ودعمنا إن شاء الله بالاشتراك، وبعد بكرة بنزل لكم الجزء الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.